اولا هي موضوع خيانه باختي، مش خاينه، لا هو اللي خانها كذا مره. بس انا طبعا مش هينفع نتكلم كلام، لان هو دلوقتي في دار الحق واحنا في دار الباطل، ان طبعا دي حرمه اعراض الناس متوفين او في ذمه الله. تمام. موضوع حته خيانه مع الاستاذ كريم محمود عبد العزيز، هو شخصيه محترمه، راجل ليه مكانته ليه احترامه، ما ينفعش ان احنا نتكلم عليه كلام يسيء لسمعته، لان هو راجل دلوقتي متزوج وعنده زوجه وعنده اولاد، ففي كلام ممكن يهدم بيت، وفي ممكن كلام يودي ناس في مشاكل هما في غنى عنها. بوسي طبعا ما عندهاش حته الخيانه، الخيانه كانت من زوجها الله يرحمه او طليقها اللي هو وليد فطين. موضوع ان هي دست له مخدرات او اسلحه وذخيره، الكلام ده منافي للصحه. هو كل اللي فيها كان فيه طبعا مشكله بينهم، اللي ان هي كانت عايزه تسيب مجال الهرم وتستقر لواحده تراعي زوجها وابنها وتبقى مستقره، تبقى ست بيت، لان هي شافت كتير في المجال ده، في المكان ده او في الاجواء دي حاجات كتيره ما عجبتهاش. فطبعا خلاص بقى عايزه ترتاح وتراعي زوجها وتراعي ابنها وتبقى ست بيت عاديه زي اي واحده. فطبعا هو مرضيش بالكلام ده وعايزه طبعا تشتغل. لا ازاي ومش ازاي، لازم تشتغلي، احنا من غيرنا مش هنلاقي ناكل، احنا مش هنعرف نصرف، هنجيب منين ومش هنجيب منين. شارع الهرم، وطبعا لما اشتهرت والكلام ده كله فكان عايزها تشتغل، اللي هي يعني معلش انا احنا عايزين فلوس. لو هنقول ان فطيم زي ما هو اتقال ان هو راجل منتج وصاحب شركه انتاج والكلام ده كله، طبعا مفيش الكلام ده، لان فطين هو من البدايه كان مدير اعمال واحده اسمها فاطمه وشهرتها فاطمه، هي كانت زوجته ام بنته ميار، هي دلوقتي ست منقبه ومتدينه وتزوجت بعد انفصالها بعد عده سنه كذا سنه، تزوجت راجل محترم وخلفت منه وعاشت مستقره زي اي ست بيت في السويس، وخلاص انفصلت عن الحياه دي وعن المجال ده والعيشه دي. فطبعا ما فيش بقى مجال غير ان هو معلش لازم اشغل نمره او اشغل شخص معين ان اكسب من وراه. دي كانت شغلته، ان هو مدير اعمال او كان بيدير اي شخصيه سواء نمره او مطرب او رقاصه، كان هي دي شغلته. لكن حته منتج، هو ما كانش منتج، ما كانش عنده الامكانيات ولا الماديات ان هو يعمل بيها حاجه زي كده. هنقول ان هو سبب في نجاحها، لا هو كان ربنا السبب الرئيسي. ثانيا كانت موهبتها، لان هي طبعا اشتهرت لما نزلت الهرم والكلام ده كله، في ناس كتير قوي سمعتها وسمعت صوتها وشافتها وعرفت انها بني ادمه موهوبه. فطبعا الناس كانت بتتهافت انها عايزه تدير لها اعمالها وتنتج لها. طبعا هو كان بيحوش الناس دي عنها، لان هي كانت بالنسبه له بيضه فرخه كلهم بيضه ذهب، من غيرها مش هيلاقي. ولو قلنا ان هو كان راجل منتج وهي بوظته سمعته وبوظت له الكلام ده كله، اولا لو اي منتج زي ما احنا بنسمع كده في الوسط الفني، مفيش قال اي مطرب ولا اي ممثل بتاثر على شركه انتاج. ان معنى كلمه شركه انتاج يعني راجل ذات معلش عندهم ماديات كبيره وعندهم التزاماتهم وعندهم راس مال يتيح ليهم ان هم يقدروا ان هم ينتجوا لاي مطرب او اي فنان عمل فني سواء تمثيل او غنى. لكن كان السبب الرئيسي في نجاح بوسي هو كان ربنا رقم واحد، بعد كده موهبتها، هو ممكن يكون ساعدها بمعارفه او بعلاقاته ان هو عرفها بالحاج احمد السبكي وبناس معينين من المنتجين صاحب شركات انتاج. تمام. وصلوا لها وربنا كرمهم، وكانت هي دي نقطه الانطلاق بتاعتها بجد اللي هي ادت لها الشهره. تمام. ولو هنقول ان هو منتج وراجل صاحب مكانه وان هي بالنسبه له زيها زي اي حد عادي، ما كان زمانه اشتغل وكان كمل مسيرته مع اي مطرب تاني، لان ما فيش لا اي شخص سواء ممثل او مطرب يقدر ياثر على منتج. لا هو كان فطيم الله يرحمه هو كان سبب من ضمن اسباب نجاحها، احنا ما بنقدرش ننكر حاجه، يعني ننكر حاجه زي كده، هو كان سبب من ضمن اسباب لكن مش هو كان العامل الرئيسي. والعامل الرئيسي دي كانت ربنا زي ما قلنا رقم واحد. تمام. ثانيا موهبتها، والبني ادم لو مش موهوب مش هينجح، ان هي تبقى موفقه وان هو مات قهرا والكلام ده كله. اولا فطين كانت حصلت قبل وقعه يعني القبض اللي عليه، يعني يخلي زوجها تعيش مع زوجها فتره طويله وتنجب منه ابناء او ابن وحيد ياسين صح؟ تمام تمام.
وفجأة تكتشف ان هو بيتاجر في المخدرات او ان هو معاه. لا احنا ما قلناش ان هو بيتاجر في المخدرات، احنا ما ينفعش نقول كلمة زي كده عشان خاطر معلش احنا ممكن نتقاضى قانونيا في حاجة زي كده. لكن احنا كل اللي نقدر نقوله ان هو كان في حوزته مجموعة مخدرات او كمية مخدرات، وكان في سلاح موجود عنده في البيت وذخيرة. تمام، ده بحكم المحضر اللي اتحرر من جهة المباحث اللي جت قبطت عليه على وليد. تمام، في بيته وفي أوضة النوم وفي دولابه لما فتشه. تمام، هنقول ان هي اللي دست له زي ما اتقال، ان هي اللي دست له زي ما اخته قالت وناس قالت كتير، بحكم ان هم ناس ما يفهموش ايه اللي حاصل او ايه اللي دار كان داير في حياتهم، لان معلش الناس دي خارجه عن اطار الحياه الماديه اللي بينهم ومن بعضهم. زمين بعيد عن كونك شقيق، يعني تمام، طول العمر مع بعض، لكن فنيا انت مع بوسي من امتى؟ انا مع بوسي من بعد مثلا ما تزوجت فاطين بحوالي سنه سنه ونص، وبعد كده سبتها فتره. تمام، وطبعا عشان خاطر شغلي انا اتجهت لشغلي وسافرت خارج البلد. تمام، ورجعت تاني ورحت اشتغلت معاهم فتره برضو. لا طبعا ما قالتش اشكال اخواتها، قالت لك على اخوها، ليها اخ واحد اللي هو ان والدي كان تزوج في حياته حوالي 4 مرات. تمام، والده اخواتي البنات، هم 4 بنات، دي اول واحده. ثانيا والدتي وانجبت عن الجواز، والدة بوسي ووالدتي، هم احنا الاثنين شقاقة من ام واب واحد. ثالثا اتجوز واحدة ثالثة، فطبعا قبل ما خلف منها احمد اخويا الصغير. وطبعا هي يعني حصل الانفصال بينها وبين والدي قبل ما تولد احمد. طبعا هو طبعا كان بعيد عننا كل البعد، ما كانش فيه صلة اتصال بيننا وبين بعض، يعني ما بيسألش. طبعا ما فيش مصاريف، ما فيش. طب علاقته بزوجته الاولانية اللي هي خلفت منها؟ هي لا طبعا ماتت على ذمته. تمام، وعلاقته باولاده برضه اللي هم اخواتك؟ اخواتي طبعا علاقه عاديه. هو علاقته بيهم كانت برضه نفس العلاقه اللي كان بيعاملكوا بيها؟ كان عنده حته الجفا شويه. طبعا ما ينفعش اقول الكلام ده ان هو والدي في الاول وفي الاخر. بس انا ردا على الكلام الناس اللي اتقال، انا مش بدم في حق والدي او بسوق في سمعته، بس انا بقول على الظلم اللي اتقال من حقي وحق بوسي وحق اخواتي البنات ان احنا قصرنا في حقه، وبوسي بالاخص انها قصرت في حقه. بوسي ما قصرتش، بوسي والدي لما كبرنا، وطبعا بوسي لما عرف انها بدات تشتغل وبقى معاها فلوس والكلام ده كله، بدا ان هو يلجأ لها، وبحكم سنه انه كبر وما يقدرش على العمل، ان هو كان فني على مرتال ومن اوائل الناس في الشرقيه اللي دخلوا المهنه دي في حته الجحود. هي طبعا ما كانتش جاحده، اختي بحكم انها اختي وانا عارفها كويس. تمام، ان طبعا متربيه معايا، ما عندهاش حته الجحود، لان هي الحمد لله خيره مع اي حد، الغريب قبل القريب، ما بتبخلش على قد باي حاجه، فمش معقول هتبخل على والدها حتى مهما كانت شافت منه او حصل من ناحيته ليها. فمهما كان انا طبعا كنت طبعا بفهمها، ولا مهما كان ده برضو ابونا، هنتسال عنه يوم القيامه، ابونا مهما كان حصل سواء بعد او قريب هو ابونا، ما ينفعش ان احنا نسيبه. فطبعا هي ما كانتش بتسيبه، يعني سواء بكلامي او من غير كلامي، هي بصراحه ربنا ما كانتش بتسيبه في حاجه. والله اعلم بفكره اللي كان بتبعت او ما بتبعتش، ده اتهامات ما حدش يعرفها. لان طبعا الناس اللي بتتكلم ما تعرفش ايه الخبايا، او تعرف ايه الظروف المحيطه بجوه الموضوع او بصوب الموضوع. وصولا بقى للاب، طبعا الموضوع انما حضرتش عزاء، لا هي طبعا ما كانتش موجوده في القاهره. تمام، وكانت تعبانه، كانت مريضه، وكانت قافله تليفونها. تمام، وطبعا انا بعت لها رساله اللي ما عرفش اتواصل معاها تليفونيا او اتصال، فطبعا جات لها الرساله، شافتها بعد ما فتحت تليفونها بيومين وردت عليا، وطبعا زعلت وبتاع، وجات لي الزقازيق. انا كنت عامل العزاء عندي البيت عندي، واخواتي البنات وجوازهم كانوا موجودين بياخدوا معايا العزاء، وطبعا قرايبنا ولاد عمامي ولاد عماتي كانوا موجودين معايا واهلي. ثانيا موضوع ان بوسي ما خلتش ان فاطين ياسين حضر دفنة والده. تمام، ده شيء طبعا منافي من الصحة، لان معلش ده مهما كان 15 سنة هنقولش عليه شاب، بس مهما كان برضو طفل لسه. واولا ياسين والده ما سألش عليه من صغره، نفس الموضوع برضو كان بالنسبة له طفل ابنه وخلاص، لكن ما كانش بيهتم بيه.
سواء هو بقى صاحي نايم ما كانش بيس يعني مهتم بيه، اللي هو اهتمام الاب بالابن حتى لو بعيد عنه حصلت حاله انفصال بين الزوج والزوجه. المفروض ان الابناء يعني الاب يسال عليهم، يعني انت ابنك بعيد عنك المفروض ان ابنك وحشك يسال عليه. ساعات الصحاب لدرجه ان هو ما فكرش حتى يرفع قضيه رؤيه وبوسي لو هي وحشه وجحده وان هي عايزه تسوق سمعه طليقها زي ما الناس بتقول، اقل ما فيها كانت رفعت عليه قضيه نفقه لابنه، لان بوسي كانت متكفله بابنها من الالف للياء من يوم اتولد. الحاج احمد السكي، الحاج احمد السكي والسيد سكر الله يرحمه، تمام، بقى ان هم يهدوا الدنيا والمشاكل تخلص، وطبعا حصل اتفاق وفاطين خد فلوس تمام عشان الموضوع ينتهي والمشاكل تخلص، لان ما ينفعش مهما كانت هي بالنسبه له ام ابنه هو ابو ابنها، فعايزين المشاكل تخلص بينهم وبعضيهم عشان ما بقاش شكلهم وسمعتهم قدام في الوسط. دي المجموعه اللي كانت بتحاول الصوره، دي مجموعه ثانيه اكيد في بس انا كنت انا مش موجود. لا هو اولا سعد الصغير وسوفينار كل تقدير واحترام ليهم في غيابهم، بس هم كده ما حاولوش ان هم يصلحوا الامور، هم بيهاجموا بوسي. اولا سعد طلع وقال ان هي جحدة على ابوها وان هي ترك ابوها وما بتصرفش عليه وصور البيت. اولا البيت ده بيت والدتي مش سعد اللي جايبه. هو لو هنتكلم ونقول اللي سعد بقى جاب شقه ب 200,000 لراجل لا في صله قرابه بيه ولا في صله نسب ولا في اي حاجه تربط بينه وبينها بين سعد وبين والدي، تمام، كان على الاقل في حاجات كده ما ينفعش نتكلم فيها، كان جابها ادى لاولاد اخوه حقهم على الاقل. عايز يعمل شو بس، لا عايز يعمل شو بس، سعد الصغير عايز يعمل شو وترند على ماشي على قفا بوسي المطربه وليها مكانتها وليها اسمها وليها سمعتها. فطبعا سعد عايز يعمل شو ان هو طلع في برنامج وتصوير بيقول ان بوسي مهمله وسايب ابوها وتركاه ومش بتصرف عليه وبعيده عنه، وطبعا بسبب اللي هي مرات اخوه ارمله اخوه الله يرحمه، تمام. وطبعا اللي انا عرفته ان هو خد شقتهم وادها لطليقه اخوه الاولانيه بدون وجه حق، حق اولاد اخوه سابهم، وطبعا حصلت مشاكل مع اخت مع مرات اخوه هي ارمله اخوه ومشاكل بينهم وحوارات. طبعا لما عرف ان بوسي هم واقفين في صفها فطبعا حصلت مشاكل جامده بينهم بين بعضيهم، فطبعا لازم يهاجم بوسي ان موضوع انفصاله عن زوجته الاولانيه هم اولاده. طبعا انا خارج عن اطار الحوار ده لان ما ينفعش انا اتدخل في حاجه لا تعنيني، تمام. دي حياه شخص وزوجته ام اولاده، ما ينفعش احنا نجبره نقول له رجعها وما ترجعهاش، وراجل صاحب قرار، تمام، ان هشام ربيع راجل مش صغير وعارف يوزن امور صح وعارف ايه اللي في مصلحته وايه اللي في مصلحه ولاده وايه اللي في مصلحه اختي اللي هي زوجته برضه، تمام. موضوع انفصال هشام ربيع عن بوسي ما حصلش، انا بنفي الكلام ده، تمام، بما اني ان انا اخوها ما حصلش حاجه زي كده. موضوع ان هشام فطين ان هشام ربيع سرق من فطين او حاول سرقه من محامي فطين شيكات ب 2 مليون جنيه، اولا انا بقول الكلام ده غلط، هو حصل ملابسات في الموضوع لان المحامي بتاع فطين راح عمل حرر محضر في اسم المقطم بيقول ان هشام ربيع تهجم علينا هو وبلطجيه واتخانقوا معانا وضربونا وخدوا مننا وصولات امانه واوراق وشيكات. اولا الشيكات اخر حاجه حصلت اتفاق فيها بين وكيل فطيم او المحامي بتاع فطيم وبوسي بقعده ناس معينه مضوهم على عقد ان هم خدوا جميع مستحقاتهم وما لهمش عندهم اي حق تاني، طب ما همش عند اي بوسي اي حق تاني، وان اي شيكات اي اوراق اي وصولات امانه هتظهر سواء باسم فطيم او غير فطيم او عن طريق اي حد يخصه او ما يخصوش هيتقاضى قانونيا. تقول ايه سوفينار؟ سوفينار اقول لها يعني ما اقدرش اقول لها غير اقول لها يعني خليكي في شغلك وبس. بوسي طبعا من المشاكل اللي حصلت لها ده نفسيتها تعبت، وحتى انا قلت لها طب حاولي ترفعي مثلا تتقاضي قدامهم، قالت لك انا مش عايزه قاضي ابو ابني لان مهما كان ابني لما هيكبر هيسالني انت عملتي ليه في بابا كده. طب ما هو هيكبر ويقول لك بابا عمل فيكي ايه، هتقولي انا اقول له انا مسامحاه. اولا بوسي نفسيتها تعبانه جدا، طبعا الحاجات طبعا اثرت على شغلها برضو، حكايه اللي هي القواضي والمشاكل والفيديوهات والترندات اللي طلعت والشغل اللي طلع وان هم دموا في سمعتها وقالوا في حقها كلام مش كويس،
فطبعا دي اثرت على شغلها بس ما اثرتش على نجوميتها، لان بوسي الحمد لله بفضل ربنا، ربنا واقف جنبها، واي حد بيجي على بوسي ربنا بينصرها عليه. لا هو طبعا لو جينا بصينا لسيره وليد الله يرحمه، طبعا مش هنقول ان احنا نقدر نخوض في حرمه ميتين، هو في دار الحق طبعا. فموضوع القضيه اللي هو كان مسجون على ذمتها اللي هي قضيه السلاح والمخدرات، ففضلت مسجون عليها ولحد قبل ما يموت بحوالي شهر عرفنا ان هو مات بفيروس، مش مات مقهور زي ما اخته طلعت وزوجته طلعت، تمام. واداره المستشفى اللي انا عرفته انها كانت مخبيه عليهم حاجه زي كده، او المستشفى اللي تبع للسجن كانت مخبيه عليهم ان هو كان جاله فيروس، هو فضل محجوز شهر في المستشفى قبل ما يموت وتوفاه الله. بس حته ان هو مات مقهور، هو ما ماتش مقهور ولا حاجه. انا حاولت ان انا اظهر كذا مره، اختي اللي كانت بتمنعني عن حاجه زي كده، تقول لا ما تحاولش انك تتكلم، لان مهما كان برضو مش عايزين نخش في وجع الدماغ كتير. بس لما الضغوط زادت قوي عليها انا قلت لها لا انا هطلع اتكلم معلش، ردا على ان انت سمعتك من سمعتنا، احنا سمعت اختي من سمعتنا سواء انا او اخواتها، برضو معلش ما هو الكلام بيمس سمعه الكل انها اختنا، مش حد غريب عننا. استاذ امين، رساله حضرتك بتوجهها من خلال موقع قناه العاصمه، حضرتك رساله بتوجهها سواء لسعد صغير او لسفينار او لاي حد مهما كانت، هل في خطوات ممكن تتاخد بعد كده تصعيديه في حاله اي كلام تاني؟ انا بقول اي حد يا جماعه يا ريت طالما هو ما يعرفش داخليات يا ريت ما يتكلمش غير عن وقائع رسميه ووثائق يقدر يتكلم بيها، وان هو يكون واثق في كلامه قوي، لان اي حد بعد كده هيطلع يتكلم كلام خارج او يمس سمعه او شرف بوسي او جوزها هشام ربيع هيتقاضى قانونيا. طيب هل دلوقتي موقف استاذ هشام ربيع ايه؟ ان شاء الله هو بس عشان خاطر طبعا حضرتك عارف اجازه القضاء، تمام، بامر الله هتخلص وهينزل جلسه، وان شاء الله رب الكريم هيطلع هياخد براءه ان شاء الله.